السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اصبحنا نسمع نصائح حول الشوكولاتة انها مهمة وانها غنية بالحديد، هذا كذب. لماذا؟ لان هناك مستحضر الشوكولاتة، هناك مستحضرات تدخل فيها الشوكولاتة ب10 و15%، وفيها مضافات غذائية وفيها أشياء أخرى التي تضاف إلى هذه المستحضرات. الشوكولاتة لماذا؟ لأنها المادة الأساسية هي الكوكوا، يعني هذا النبات الكاكاو. هذا النبات الكاكاو والنبات فيه الكاتيشينات التي موجودة في الشاي. الكاتيشينات هي قوية ومعروفة إذا تناولنا الكاكاو. أما أن نقول بأن الشوكولاتة بأنها مهمة للاكتفاء، هذا كذب على الناس، هذا كذب، لأنها تدخل في المواد الصناعية وتدخل في المستحضرات. ليس هناك مستحضر صناعي الآن بدون مضافات غذائية. ثم هذه المستحضرات ما كنهها؟ بعض المستحضرات التي نستعمل فيها القمح، أي قمح؟ بعض المستحضرات التي مثل بسكويتات مثلا، مستحضرات التي نستعمل فيها مثلا ذرة أو أشياء أو رز، أي رز أو أي ذرة؟ هل هو مغير وراثيا؟ هل هو طبيعي؟ هل فيها مع هذا الأشياء هل هناك مضافات غذائية؟ فهذه هي التي الآن أدت بهذا الطفل إلى أنه أصبح متوتر عصبيا، أن الطفل أصبح لديه أمراض تأتي من نقصان الامتصاص. هي موجودة في الطبيعة ولكن لا تمتص في الجهاز الهضمي عند الطفل. ولذلك نلاحظ على أن عندنا الأنيميا الآن في المدن، ليس في البوادي، عندنا الأنيميا، وأن لما نستمع إلى بعض النصائح الطبية أنهم يعزون دائما على أن أطفال البادية لديهم نقص في التغذية، هذا كذب. ليس هناك نقص في التغذية لأطفال البادية، ليس هناك أنيميا في البادية ولا هشاشة العظام ولا توتر عصبي في البادية. أطفال البادية أكلهم بسيط ولكن جيد. وهذه الأشياء حتى أطفال في الجبال الذين يأتون 7 كيلومترات وعشر كيلومترات للمدرسة الابتدائية هم لا يحملون معهم أي شيء، يعني خبز أو أشياء بسيطة هكذا، ثم ليس لهم هذه الأمراض. فالنقص ليس في ما يأكله الطفل، لكن النقص في الامتصاص، أن الطفل يأكل من طول النهار ولكنه أشياء لا تمتص. لماذا؟ لأن فيها كابحات الامتصاص نسميهم الأنتينيتريما، وهذه كابحات الامتصاص هم الآن اللي وصلوا الأطفال لهذه الحالة. العامل الأول الذي أنا ألح عليه هو هذا، النساء يتجنبوا هذا المشكل ديال التخوف على الطفل. أنا النساء الآن ولدي ما كانش، وأنها الطفل بغى تعلفه، ولا ما لا أدري ماذا تريد من هذا الطفل، وتريده أن يصبح لديه لحية وشارب مثلا على 7 سنوات أو 8 سنوات. هذا الطفل يمر بأطوار، يمر بأطوار. ما شاد السيدة واش بغات الطفل ديالها يولي راجل في 5 سنين ولا 7 سنين ولا 10 سنين، ماذا تريد من هذا الطفل؟ فلتتركه في حاله، من اللي غادي يحس بالجوع سيطلب منها الخبز، فلتترك الطفل في حاله. صافي، يعني مع الصباح تبقى داخل على الطفل وتبقى تحذر فيه وتبقى يعني تحايل عليه باش ياكل، من اللي ما يبغيش تعطيه مادة صناعية. نعم. غير باش ياكل، هذيك المادة الصناعية كتحسب عليه ولكن تحسبت عليه كسم وليس كتغذية. أكيد. فلتترك هذا الطفل بالجوع أحسن أن تعطيه هذه المواد. نعم. فلتتركه بالجوع، أنا أقول تترك الطفل جائع يكون أحسن، لأنه لن يموت بالجوع ويكون هاني. فهنا كيبقاو هاد النساء اش كيعملوا؟ كتبقى تشري لي مشتقات الحليب خصوص اليوغورت ولا اشياء هكا، تبقى تحضر تشري لي شوكولاته، تبقى تشري لي بسكويتات، تشري هذه، ولا ما يبغيش يبرك ليها مثلا في الروض. الطفل كتعلم من تم سوء التربيه منين يبدا، ان هاد المراه تتحايل على الطفل وتشري لي اي شيء شريطه ان يقبل لها الروض. فلماذا لا يبقى هذا الطفل في المنزل؟ في المنزل لماذا لا يبقى في المنزل؟ ربما على حسب ظروف السيده، ربما. نعم، ظروف السيده. نعم، ولا نعم نعم، هذا هو الخطأ، جزاك الله خيرا، لأننا أصبحنا نكيف حياة الطفل على حياتنا، ويجب أن تكيف المرأة حياتها على حياة الطفل. العكس هو اللي خاصه يكون، خاص هذه المرأة هذه تكيف حياتها على حياة الطفل. كاين النساء عندهم ما ياكلوا ومع ذلك يخلوا 4 الأطفال وكيمشيو للعمل، عندهم ما ياكلوا ولكن كيمشيو للعمل. ليش؟ هي حجة العمل. هذا أشياء يجب، هناك ثمن، الناس خاصهم يعرفوا بان كاين ثمن. النساء اللي كيقدروا عليه الان، النساء اللي كيقدروا عليه يقدرن جيدا انها تحمل الطفل للطبيب وتشري له الدواء حتى ولو كان ثانيه 10 ليله. ممكن تدي المستعجلات وتبحث على صيدليه الحراسه وتشري له الدواء، هذه كيقدروا عليها جميع النساء. ولكن اللي ما يقدروش عليه هو انها تعجل الطفل بالخميره البلديه،
هو أنها تصوب ليه الخضرة، هو أنها تطهيه في المنزل، طيب ليه في المنزل، هو أنها تشوف الليل واش الطفل مغطي ولا لا، ولا لايح الغطاء، هو أنها تشوف الوسادة دياله واش فوق منه ولا نزل من فوق الوسادة. هذه أشياء هي التي تترتب عنها هذه الأشياء ديال الحلاقم ديال التهاب اللوزتين والتبول اللا إرادي عند الأطفال، التبول اللا إرادي ولا عجب. الطفل لا يريد غرفة، لا يريد غرفة مستقلة وفيها لعب وفيها فراش أنيق، الطفل لا يريد هذه الغرفة. الطفل يريد أن ينام بجانب أمه وأبيه، الطفل لا يريد غرفة. هذه هي الأشياء التي لا يقدر عليها. ربما في سن معين دكتور، ليس هناك سن معين عند الطفل، الطفل دائما طفل، كلما بقي بجانب أمه وأحس بالدفء ديال، وحتى الآب لماذا لا ينام بجانب أبيه؟ نعم. يجب أن ينام الطفل بجانب أمه وأبيه على الأقل حتى السن اللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، 7 سنوات. أقل من 7 سنوات لا يمكن للطفل أن، يعني الطفل الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على 7 سنوات وصى على 10 سنوات. لماذا؟ هذه محطات المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتبع أي مرجع في تربية الطفل أيا ما كان، أيا كان، أيا كان من أي دولة، وليس هناك دولة راقية في تربية الطفل مع الأسف الشديد. لكن تركنا الأشياء التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشدد صلى الله عليه وسلم مع عقوبة الطفل أقل من 7 سنوات. ولذلك أعطانا رمز، مروهم لسبع واضربوهم لعشر. نعم. ومشي الضرب على الوجه والضرب بالعنف والضرب في أي مكان ولا هذا، يعني حتى الضرب عنده قواعد، وبدون ضرب العقوبة ماشي بالضرورة تكون ضرب، ولكن حتى الضرب ما يكونش ضرب مبرح، ولا يكون ضرب أن الطفل يضربوا على راسه ولا يضربوا على شيء. كاين أماكن الضرب لا تؤثر، كاين ناس كيضربوا الأطفال رؤوسهم وكيصفعوهم لوجههم، هذه الأماكن حساسة في الجسم، الطفل ما يتضربش لراسه وما يتضربش للوجه دياله. هذه ما، لكن في الظهر ديالو، في الكتاف ديالو، ولا حاجة هكا، ولا في الفخذ ديالو ممكن ضربه، ماشي مشكل. علاش من قبل حتى المدارس من قبل في أوروبا كانت تضرب الأطفال ليديهم، وكانت تضربهم على يديهم، كانت تعطيهم واحد الضريبات بالمسطرة على يدي، كانت هذه في أوروبا، ماشي عاد الآن غادي يورونا هذه المسائل ويقولوا لنا بيداغوجية حديثة. هناك بيداغوجية حديثة، هذه البيداغوجية الراقية الآن هي أن يتعلم الطفل الكتابة على 8 سنوات وليس 7 سنوات. هذه هي البيداغوجية الراقية. لماذا؟ لأن خصنا نفوت العمر اللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 7 سنوات، خصنا نفوته بسنة. علاش؟ لأن الطفل اللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو طفل البادية، هذيك الساعة ملي كان الرسول كانت أطفال البادية، أطفال البادية على 7 سنوات كيكونوا ناضجين، ممكن تسخروا يجيب لك حاجة، ممكن يمشي يسقي الماء، ممكن يسرح البهايم، ممكن أي حاجة توصي على حاجة، كيكون ناضج. الطفل في المدينة على 7 سنوات ليس ناضج، نتسناو 10 ليس ناضج، ما يقدرش باه يسخروا الحان يعني الدكان يشتري لي شي، لا 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 يمكن. ولذلك هذا المشكل اللي واقع عند الامهات هو مشكل نفساني، خاصهم يتجنبوا هذه القضيه ان الطفل راه ما كانش غادي يموت، خاصهم يتجنبوا ان الطفل لازم ياكل وخير غموه، خاصهم يتجنبوا هذه القضيه ديال الطفل يبقاو يحزروا فيه باش ياكل، ولا يعطيوه حاجه اللي كيبغيها باش ياكل ثم كيرغموه على بعض الاشياء هذه باش ياكلها، خاصهم يتجنبوا الاكل ديال الطفل في اي وقت. المشكل ديال الساندويتشات اللي كيمديوهم عام المدارس. نعم. هذا سلوك خاطئ، يجب ان يتوقف. نعم. يجب ان يتوقف، لازم الاطفال يجب ان لا ياخذوا معهم اي شيء للمدرسه، اي شيء. اذا كانوا غادي يرجعوا مع 12 غادي يجيو جيعانين، غادي يتغداو، وغادي يتغدى مع العائله، ما يتغداش لوحده، لان المشكل ان بعض العائلات الان في المدن ولاو كيغديو الاطفال ولا كيعشيهم، عاد كيتفرغوا هما للعشاء. الطفل خاصو يكون مع العائله اثناء الاكل. نعم. باش يتعلم بعض الادبيات، وباش يتعلم يجلس مع الناس، وبيتعلم ياكل مع الناس. اما ياكل الطفل بوحده فهذا ليس حيوان، غنعلفه، ليس خروف ولا عجل. يجب ان ياكل الطفل مع ابيه وامه، ان ياكل الطفل مع العائله، تشجعه كي ياكل. نعم نعم. هذه فالان بدينا كنشوفوا بعض السلوكات اللي النساء قراوها في بعض الكتب، ولا اللي شافوها في بعض هذا، ولا اللي سمعوها من بعض الناس اللي كينصحوا، اللي تاثروا بها. نعم. وهي أشياء جاهلة وأشياء خطيرة في المجتمع ديالنا. علاش؟ لأن عندنا تربيتنا أن الطفل تعليم يكون شفوي. الناس اللي بغين يعلموا الأطفال ديالهم على 3 سنوات، نعم غادي يعلموا على 3 سنوات بالبكاء، بالبكاء، ولكن لما يصل 14 سنة غادي يقول البوا سير انت للمدرسة، أنا ما غنمشيش للمدرسة.
هنا فين كاين المشكل. يجب على الطفل يعني أن لا يلج لا للروض ولا للمدرسة قبل 6 سنوات، وفي السنة السادسة يمشي للروض نص نهار ولا ساعتين، في السنة السابعة يتسجل، وأن لا يكتب قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، أن يتعلم شفويا، أن يحفظ ظهرا عن قلب. الطفل الذي لا يحفظ ظهرا عن قلب لن يكون شيئا. لأن بعد لا مش ربما، لأن كانت هناك واحد النزعة. لكن دكتور الآن أصبحت يعني مدارس أو روض الأطفال. نعم. رغم أنهم كيمشوا على 3 سنين. هذه مسائل تجارية فقط. هذه لا تموت بصلة إلى البيداغوجية الأطفال وتربية الأطفال. دكتور يمكن أنا أختلف معك في هذا الرأي. 3 سنين هناك أطفال اللي داوم عندهم 3 سنين، وهم غالبا في الروض كيلعبوا. نعم. او كيعلمهم او ناو يرسموا. نعم. ويعني كيتغير السلوك ديالهم، كيكونوا في المنزل، لان هذه بتجربه. نعم. كيكونوا في المنزل كما كنقولوا باللغه الفرنسيه اجيتي، يعني مندفعين. نعم. ولكن داخل الروض كيتهدنوا، كيجوا. نعم. البيت مغير السلوك، يعني كاين. نعم. واحد الدور ديال الروض. انا ما كان هذه ماشي يعني دعايه تجاريه، ولكن الطفل يعني ملاحظه الأنس. لا، ليس الروض في حد ذاته، الطفل يجد الانس. نعم. إذا كان من يؤنس الطفل، طبعا إذا كان في المنزل أبوه وأمه غايبين طبعا حسن له الروض. إذا كان غالبا اللي كاين دابا عنده الأنس، إذا كان من يؤنسه في المنزل فلا يحتاج هذا الطفل أن يمشي، وغادي يتعلم في المنزل أحسن، وغادي يكون عنده عقله أحسن، وغادي يكون يحصل أحسن، وغادي يدخل المدرسة بدون أي مشكل. لأن الآن المسائل التربوية والبيداغوجية للناس التحميلية لم تتقدم أبدا، لأن المسائل البيداغوجية لم تتقدم. المسائل البيداغوجية اللي كانت في الستينيات وفي السبعينيات ما كان لا روض، لو كان الناس يجون المدرسة مباشرة، وكان الآن الناس كانوا يحصلوا أكثر، ولكن الطرق البيداغوجية هذيك الساعة كان فيها الحفظ ظهرا عن قلب. ظهرت نزعة في السبعينيات والثمانينيات تحث الناس على لا يحفظوا ظهرا عن قلب، وهذه النزعة هذه هي التي أفسدت المجتمع، لأن ليس هناك شيء، الذين لا يحفظون ظهرا عن قلب لن، أنا أقول لن يكون شيء. يعني نحن الآن أنا في سني 56 سنة لازلت أحفظ القطعات ديال المحفوظات ديال الابتدائي، ولازلت أحفظ القطع الشعرية اللي قريتها في الكوليج في الإعدادي، ما شاء الله، ولازلت أحفظ حتى التمارين اللي تعطاتنا في المدرسة الابتدائية ما زال حافظها. فهذا الحفظ ظهرا عن قلب أكيد. هو لكي يريح الشخص. ولذلك هذه النزعة هي كانت نزعة خطيرة جدا، وهي التي أفسدت الطرق البيداغوجية الآن في المغرب. ويجب على الطفل حتى السن ديال الكوليج، حتى السن الإعدادي، يجب أن يحفظ ظهرا عن قلب.